تحية سام سيدي كبير وماذا نرى لهذا السهم، وعايزين نشرح بالتفصيل ليه احنا نصحنا شراء السهم من عند مستويات ال 21 جنيه 35 لحد مستويات 22 جنيه، وقلنا المنطقة المفتاحية بتاعتنا مع اختراق مستويات ال 22 جنيه و15 قرش نبحث عن الشراء. ولكن حتى الآن المجال لشراء السهم في كل المنطقة دي هو جيد جدا، ولكن الأهم بالنسبة لي إن المنطقة الأساسية بتاعتي ما تتكسرش اللي هي مستويات ال 20 جنيه وربع. طيب خلينا نشرح مع بعض السهم بالتفصيل، وخلينا قبل ما نروح بالتفصيل خلينا ننظف الشرط خالص ونشرحه مع بعض. خلينا ناخد الامور خطوه خطوه في الاول. طيب لو احنا بنتكلم على التصحيح هنلاقي نفسنا نزلنا على تصحيح على شكل دبليو اكس واي، وده بالنسبه لنا تصحيح مكتمل. يعني ايه؟ يعني ده، او خليه على شكل بي سي عشان ما نتلخبطش، لان في ناس كتيره ما بتبقاش عارفه الفرق بين دبليو اكس واي وبي سي. ادي ايه وادي بي وادي سي اللي نزل على شكل 1 2 3 4 5، وبالنسبه لنا كان تصحيح عنيف جدا 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 على شكل متعركه. طيب دي اول حاجه بالنسبه لي. بعد كده شفت رده فعل قويه جدا جدا وانعكاس قوي من هذه المستويات، فانا بالتالي عملت هنا واحد وده كله 2، وما زلت ببحث على 3، او يكون شكل اي بي سي ما قبل تكمله الاتجاه الهبط، لسه ما اعرفش. ولكن اللي يهمني ان انا في الاساس اقفل الضلع ده منين؟ من القاعه اللي تشكل عندي هنا، فما زلت بستهدف مستويات ال 30 ل 30 ونص. طيب انا هنا ما بتكلمش على انعكاس، انا هنا بتكلم ان انا هاخد رده فعل تصحيح توديني على الاقل للمستويات ال 61 فيبو، رغم ان انا شايف ان اللي حصل من عند مستويات 19 جنيه و30 قرش انعكاس، ولكن هدفنا الاول مستويات ال 61 فيبو اللي عند مستويات ال 31 ونص. طيب خلينا نمشي مع بعض خطوه بخطوه. بعد ما عملت ردة فعل إيجابية، مش أنا نزلت تاني على شكل دبليو إكس واي تاني؟ هبوط خماسي، تصحيح، هبوط خماسي آخر. طيب يعني أنا عندي تصحيح مكتمل هنا كمان؟ أه، للإيه؟ للضلع ده، يعني أنا عملت ضلع من هنا وأنهيت تصحيحه عند مستويات ال 78 فيبو، وابتديت من فوق مستوى ال 78 فيبو اللي هي مستويات ال 21 ونص اللي هو مستوى قوي جدا اللي أنا عنده حاليا. فبالتالي كون عندي منطقة طلب المنطقة دي كلها من 78 فيبو لحد هذه المنطقة دي، المفروض منطقة قوية، والمفروض ان انا اي تراجع ببرايس اكشن بشتري فيها، خصوصا ان وقت الخسارة بتاعي قريب اللي هو عند مستويات ال 20 جنيه و20 قرش او 20 جنيه وربع بالظبط، احنا كنا ظبطنا او 20 جنيه وربع. طيب انا كده بالنسبة لي ببحث عن موجة جديدة، هل الموجة الجديدة دي هتكون جاية على هذا الشكل؟ على هذا الشكل اللي هو ايه؟ يعني ده يكون بالنسبة لي W ونزلت على شكل اي بي سي اكس وهطلع بواي، وهيكون بالنسبه لي نموذج تصحيح ما قبل تكمله الاتجاه الهبط، وارد جدا جدا، والنموذج ده كمان ممكن يطول بيا لحد منطقه العرض الاقوى اللي هي المنطقه دي، تمام، اللي هي المنطقه دي كلها اللي عند مستويات ال 32 وربع لحد مستويات ال 34 جنيه، لو شفت قوه شرائيه، او يروح بيا لحد مستويات ال 100 فيبو اللي المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها. طيب احنا حصل من عندنا موجه، طب ما تيجي نحلل الموجه دي مع بعض. واحنا مع بعض اهو عملنا 1 2 1 2 3 4 5، وكانت الموجه الثالثه منقطعه هنا، ايه الموجه الخامسه من ثلاثه منقطعه، وبعد كده نزلت صححت باربعه وصعدت بموجه خمسه، يعني انا عندي دوره سريعه مكتمله. المفروض ان انا عندي ده المفروض بيج 1، البيج 1 قلنا بتصحح ما بين مستويات ال 61 لحد مستويات ال 78 فيبو، ولكن الاهم ما تلغيليش القاع اللي عند مستويات ات زيرو اللي هو عند مستويات 20 جنيه وربع اللي هو ده بالنسبه لي وقف الخساره. يبقى انا المفروض كل ما بقرب من عند مستويات ال 21 جنيه و30 قرش لحد مستويات 20 او منطقه الباي زون، المفروض اصلا بتكون ما بين 61 لحد مستويات 78 فيبو، ولكن احنا هنا بنعيش تصحيح عنيف. تفشل وجهه نظرنا وتفشل النظره تماما لو نزلنا قسمنا القاع اللي عند 20 وربع، وساعتها ممكن ننظر للسعر بنظره ثانيه. يعني حاليا احنا في منطقه شراء. طيب كمان عندنا منطقة مفتاحية مهمة جدا جدا، وهي المنطقة دي اللي اتكلمنا عليها، قلنا لو اخترقناها وبقوة واستقرينا في منها هتكون أول إشارة إيجابية اللي هي منطقة ال 22 جنيه إلى مستويات ال 22 جنيه و20 قرش، ودي بالنسبة لنا منطقة مفتاحية. طيب مش إحنا نازلين بنعمل إي بي سي، فالمفروض هستهدف ضلع موازي لهذا الضلع. طيب الضلع الموازي ليه ممكن يمتد لحد مستويات ال 78 إلى مستويات ال 100 فيبو، يعني ممكن افضل اتسلل غوطا لحد مستويات ال 20 جنيه و80 قرش، ده كلام جميل، واشوف اشاره برايس اكشن، واي شراء في الوقت ده المفروض بيكون لو انا مش مستني
يعني في نوعين من الشراء. لو انا مش عايز استنى لحد ما اطلع فوق مستويات ال 22 جنيه و20 قرش ولقيت نفسي في برايس اكشن بيحصل قريب من عند مستويات ال 20 جنيه ورا، ممكن اشتري، يكون الاستوب بتاعتي نهايه الموجه. طيب لو شفت برايس اكشن وقلت لا انا هستنى لما يصعد يلغي لي اخر موجه هبوط دي ويستقر فوق مستويات، خلينا نظبطها بالظبط، ال 20 جنيه و22 جنيه و20 قرش، في قرار ممكن يكون اكثر يعني اكثر ايجابيه، ان انا اصبر، ان انا اطلع الغي كل موجه الهبوط الاخيره دي واستقر فوق منها، ودي هتكون اول اشاره ايجابيه بالنسبه لي. اهم اشاره لسه هو العوده والغاء الضلع سي كله اللي هو فوق مستويات ال 24 جنيه، وساعتها نتاكد ان احنا طالعين نعمل قمه جديده. ولكن لو احنا ملاحظين احنا نازلين على شكل بي سي، وده تصحيح واضح جدا اهو، اي بي سي، حتى الان ما عندناش دايفرجنس، او حتى الدايفرجنس مش قوي قوي، ولكن في دايفر موجود اهو بين الضلع A والضلع C. طيب يبقى انا حاليا بستهدف ايه؟ بستهدف على الاقل لمستويات ال 200 ل 261 فيبو كهدف لكل موجه لو ارتديت من عند اسوأ الامور اللي هو 20 جنيه و80 قرش، رغم ان احنا ممكن ما تشوفش الرقم ده، ولكن خلينا نمشي لاسوأ الخيارات. طيب والاهم ان ما اكسبش مستويات ال 20 جنيه وربع، هلاقي ان الهدف بتاعي فين؟ عند المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي عند مستويات ال 32 ونص لحد مستويات ال 34 جنيه، ودي اقوى منطقه عرض. هي قابلنا في الزحمه منطقه عنيفه جدا جدا جدا، اللي هي اول منطقه، المنطقه دي اللي ممكن نجني عندها ارباح لعند مستوى 27 ونص، ده الهدف اللي احنا بنقول عليه المستهدف الاول لو انت عايز صفقه سريعه. وعندنا مستهدف تاني هو المنطقه اللي عند مستويات ال 161 فيبو اللي عنده مستويات 29 ونص، ولكن هدفنا الاساسي والاهم هيكون عند مستويات ال 34 الى مستويات ال 32 جنيه وربع، وبعد كده هنصحح ونكمل للبحث عن قمه جديده. فهمنا انا ليه نصحت بالشراء، وخصوصا طول ما انا قريب من عند مستويات ال 20 وربع لحد مستويات ال 21 ونص، دي منطقه قويه جدا، واللي يهمني ان انا ما اكسرش مستويات ال 20 جنيه وربع اللي هو ده بالنسبه لي وقف الخساره الحقيقي. اظن وجهه النظر بقت واضحه، واظن احنا ليه تفهمنا ان ليه نصحت بشراء السهم، واعتقد ان السهم لو قفز فوق مستويات 22 جنيه و20 قرش هتكون اول الاشارات الايجابيه للبحث عن قمه جديده، اقوى منطقه ال 24 لو اخترقتها، ولغيت كمان الموجه سي، تعزز النظره الايجابيه بتاعتنا اكثر واكثر، وبالتوفيق.